متلازمة القلب المكسور، وهي المتلازمة ما بترجع عشان الشخص هذا حساس أو عاطفي زيادة عن اللزوم، لكن بسبب اضطراب العلاقة العاطفية مع اللي بحبه ووجعه الداخلي وقلقه النفسي اللي سببه حبه الكبير وتعلقه الصادق في المحبوب، وبعدين بطريقة معينة أو بلحظة بينأذي من المحبوب. هذا الإشي بيخلي حبه الحقيقي للمحبوب مصدر ألم وعذاب وبينكسر قلبه. فبسبب أنه في اتصال قوي بين الدماغ والمشاعر، ولأنه التفاعل مع الآخرين في الحب والمشاعر بيأثر على صحة مشاعره،